ثلاثة، الإرهاب ونظرية الأكسجين. في الثمانينات كان في طيارة اختطفت، نزلوا بيها الخاطفين إلى بيروت عاصمة لبنان. بعد شوية كان في مؤتمر للسيدة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا قدام اتحاد المحامين في أمريكا. مارجريت تاتشر وهي بتتكلم قدام اتحاد المحامين قالت جملة بليغة مهمة جدا، قالت: يجب تجويع الإرهابي وحرمانه من أكسجين الشهرة الذي يريده. كلام مارجريت تاتشر إن الأكسجين اللي عايش به الإرهابي الشهرة، تكتب عنه، تتكلم عنه، صوره في التلفزيونات، صوره في الصحف، طالما خد الشهرة هو نجح في هدفه. لو نزعت منه الشهرة، شلت منه الأكسجين، يموت على الفور. كانت كلمة في منتهى الذكاء لمارجريت تاتشر إن احنا ننزع الشهرة عن المجرمين الإرهابيين علشان خاطر ده الأكسجين اللي بيغذيهم. إنما الكاتب الأمريكي الشهير بيتر بيرجن اللي هو مؤلف كتاب الولايات المتحدة الجهادية بيرد على هذه النظرية، بيقول هذا الكلام كان مظبوط وممكن أيام مارجريت تاتشر، إنما دلوقتي بعد النيو ميديا السوشيال ميديا خلاص ما بقاش ده متاح. بيتر بيرجن مؤلف كتاب الولايات المتحدة الجهادية بيقول: دلوقتي القاعدة وداعش عندهم إمكانات إعلامية كبرى، داعش عنده شركة قبضة للإعلام إذا جاز التعبير، داعش عملاق إعلامي، وقدرات داعش الإعلامية أعلى من بعض الدول. مثلا داعش عندها نمرة واحد إنتاج تلفزيوني ضخم HD، اتنين بيقدروا يعملوا تقارير تلفزيونية على مستوى عالي جدا، سواء بقى عن أبطالهم، أبطال داعش المجرمين اللي بيحولوهم لأبطال، أو عن الخصوم أو العمليات الإجرامية اللي بينفذوها، إنما تقارير على أعلى مستوى احترافي. تلاتة، داعش عندها وكالة أنباء من أقوى وكالات الأنباء، اسمها وكالة أنباء أعماق. أعماق اسم وكالة الأنباء بتاعة داعش، في منتهى القوة وموجودة في كل مكان في العالم، بتبث أخبارها على الإعلام الجديد. النقطة التالية، مجلات. داعش عندها مجلات بعدة لغات أوروبية وشرقية، وأشهر مجلة باللغة الإنجليزية مجلة دابق. ولما تشوف دابق هتلاقي فيها مجهود نيوزويك داعش اللي فيها إمكانات صحفية عالية جدا. أيضا عندهم عشرات الآلاف، وده تقدير بيتر بيرجن، عشرات الآلاف من الحسابات والصفحات اللي موجودة على فيسبوك أو تويتر. أيضا عندهم قدرات مذهلة على البث المباشر، يعني أنت عشان أصلا في قناة تلفزيونية كبيرة زي قناة دريم عايز تبث بس مباشر لأي حادث أو موضوع، مجهود علشان تاخد القرار والإنتاج يتصرف وتوصل للمكان، تعرف تاخد تصريحات، ومن غير تصريحات عشان تعرف توصل للمكان تبث فنيا، مجهود كبير جدا عند المحطات الكبيرة المحترفة. ويندر إن في محطة مهما كان قوتها توصل حاليا للأحداث المباشرة إلا عبر المقاطع التي تصل إليها، إنما داعش بتقدر دلوقتي تبث نشاطها مباشرة على الهواء، نشاطها الإرهابي الإجرامي. القاعدة سبقه 2013، تنظيم القاعدة راح كينيا، تنظيم القاعدة اللي هو اسمه تنظيم الشباب وحركة الشباب في الصومال، راحوا كينيا قتلوا 67 إنسان في كينيا، وهؤلاء الناس بتوع القاعدة كتبوا على تويتر: نقتل الآن 67 من الكفار الكينيين، نقتل الآن، يعني هم دلوقتي بيكتبوا لايف الموضوع على تويتر. الأمر الثاني، قدرات التوثيق عند داعش خطيرة جدا، بيوثقوا كل شيء بيعملوه. أيضا عندهم بيعلنوا باستمرار أنصارهم على فيسبوك على تويتر إن هم بيبايعوا أبو بكر البغدادي أو أيمن الظواهري، وإن هم بينتموا لهذا التنظيم. حادث بنجلاديش الأخير، ناس قاعدين في كافيه في العاصمة دكة، وكافيه راقي
والناس قاعدين في أمان الله، فجأة دخل تنظيم داعش في بنجلاديش، أخد الناس دول كلهم كرهائن، وبعد شوية بدأ يقتلهم وقتل 20 شخص من اللي قاعدين على هذا المقهى، وبثوا الصور وبثوا ما حدث كما حدث بالضبط. فأنت بث مباشر للجريمة. فداعش بقى عنده كل هذه المنظومة، مجلات، وكالة أنباء، تصوير اتش دي، تقارير، أداء تلفزيوني عالي المستوى، بيبث مباشرة، مش محتاج محطة، عنده عشرات الآلاف من الحسابات اللي موجودة في تويتر وفيسبوك. السؤال اللي طرحه بيتر بيرجن في مقال مهم على CNN بيقول: هل دلوقتي تقدر بقى تشيل الأكسجين، تنزع الأكسجين من الإرهاب؟ الإجابة بقت صعبة، لأن أنت أصلا لا تملك الأكسجين اللي هو الإعلام، ده أصبح الإرهاب بيملك الأكسجين الخاص بيه اللي هو الإرهاب، وعنده أدواته وإمبراطوريته الإعلامية، ومبقاش محتاج إلى أكسجين من أحد.